بقى هنكمل. احنا وصلنا لغايه حاجه اسمها سي اي ان، احنا هناخد النهارده بري كانسرز، مهم جدا تحليل. تحلي صفحه 13، رقم جميل. عايز افهم يعني ايه سي اي ان ويعني ايه سي اي اس، هو الاسم الاصح ايه فيهم؟ سي اي اس يعني كارسينوما ان سايتو. صراحه الاسم ده غبي جدا واتلغى. كلمه انسايتو يعني ايه؟ يعني في مكانه. يعني اذا انا حد اتصل بيا وقال لي ان الكانسر في مكانه، هل اخف؟ هعمل الريلاكتنت تريتمنت وبالتالي بتروح قلب انفيزيف، فالاسم ده اتلغى خلاص اللي هو السي اي اس. راح قال له الاسم الاشيك سي اي ان اللي هو كان سيرفايكال انترا ايبيثيليال نيوبليزيا. كلمة ورم برضو تقلق. ما واحد يقول لك نيوبليزيا، عارف ليه كلمة نيوبليزيا؟ ورم. يبقى انا هعمل انرجيتك تريتمنت فعمره ما يقلب بايه؟ انفيزبل. يبقى الاسم الاشيك اللي هو عالم اسمه ريتشارد اللي عمله اسمه ايه؟ سي اي ان. قبل ما اقول الديفينيشن لازم اشرح الصفحه كلها، وانا ارجع للديفينيشن. حد فاكر الحصه اللي فاتت كان في خلايا اسمها ديسبلاستيك سيلز؟ فاكر ما قلت لك بيحصل اتيبيكال ميتابليزيا، وخلايا هنشوفها النهارده مرسومه تحت عندك في الصفحه. الخلايا المالجننت اهي. خليه اكتب عليها سمول، دي اسمها ديسبلاستيك سيلز، اسمها كده ديسبلاستيك سيل. اكتب تحتيها ان انا سمول، بس انت بتذاكر بعديها بشهر تيجي تلاقي الرسمه كبيره كده تقول دي كبيره، لا دي فيري سمول. انا راسمها عشان اشوف اللي جواها. هي ليه صغيره؟ اقول لك دليل ايه. الخلايا دي مالجننت، يعني الديفيجن بتاعها ايه؟ سالب، ما بتلحقش تكبر، فدايما حجمها بيبقى سمول. مع نيوكليوس حجمها ايه؟ كبير، هي لارج نيوكليوس. وزي ما انت شايف النيوكليوس والسيريتد ميمبرين، مش دي مالجنت تشينج؟ يبقى ده لارج نيوكليوس وسيريتد ميمبرين. لونها ازرق غامق، دي معناها ايه؟ هايبر كروماتيك. لو انها بقى في البيت بقيتها خلاص يبقى ايه؟ هايبر كروماتيك، معناه ان فيها اكتيفيتي. المالجنسي دايما يخلي النيوكليس غامقه، يبقى هايبر كروماتيك نيوكليس. وفيها دول ايه؟ دول بروميننت نيوكليولاي. بروميننت نيوكليولاي. حد يقدر يقول لي النيوكليار سيتوبلازميك ريشيو اخبارها ايه في الرسمه؟ نيوكليار سيتوبلازميك ريشيو اخبارها ايه؟ زادت. اعكس، سيتوبلازميك نيوكليس قلت، لان السيتوبلازم قليل، هي بتزود النيوكليس عشان هي اللي بتعمل الكنترول. بعد كده بلاقي فيها abnormal mitotic figures. احنا خدناها دي. هو ايه mitotic figures؟ كامبير اللي هي 10. بيقول لك اذا كان اقل من 5 بال اتش بي اف يبقى بيناين، من 5 ل 10 بوردر لاين، اكتر من 10 خلاف الفايبرويد مالينا. يبقى لما الاقي abnormal معناها في العدد انها اكتر من 10 mitotic figures بير 10 هاي باور فيه. يبقى انا عندي دي خدناها قبل كده اللي هي الميتوتيك فيجر دي. يبقى انا هعيد تاني الكرايتيريا، لو انا حجمها كبير ولا صغير السيل؟ سمول، اوعى تنسى. ها؟ ويز لارج نيوكليس وسريتد ميمبرين، هايبر كروماتيك، بروميننت نيوكليولاي، والنيوكليس سيتوبلازمك ريشيو ايه؟ زادت. وما تنساش فيها ابنورمال ميتوتيك. طب في اكسبريشنز عايز اعرفها. يعني ايه؟ بليو مورفيزمي. ده حاجات بقى بتاعت الهيستولوجي بتاعت زمان. كلمة بليومورفيزم يعني ايه؟ يعني الخلايا different in size and shape. دايما المالجنس بيخلي الخلايا احجام صغيرة واحجام ايه؟ كبيرة. مش زي النورمال بقى، تلاقي الخلايا قد بعض. يبقى ما الاقي بليومورفيزم اعرف انه مالجنس different in size and shape. في حاجة تانية loss of polarity. طبعا الكلام ده شافه. هو ايه loss of polarity ده؟ الخلايا اللي تحت بقت فوق واللي فوق بقت تحت، مفيش ترتيبه صح. يعني انت عندك الكولومنر هتبقى فوق والكيوبويدال تحت، ده اللي هو نعم قول يا ما تقعدش. اتفضل. يبقى احنا عندنا لوس اوف بولاريتي يعني ايه؟ يعني لوس اوف ارينجمنت بتاعت الخلايا، ترتيبها. يعني ربنا يحط النيوكليتيد سيلز فوق والانيكوليتد تحته بتتلخبط، يبقى المالجنسي بيلخبط الارينجمنت، اسمها لوس اوف بولاريتي.
احنا الكلام ده اسمه ديس بلاستيك سيل. تعالوا ناخدها ونحطها في استراتيفايد سكويمس ايليسيا اهو. ده بيزمنت ميمبرين. اول خلايا كانت ايه اللي فاكر؟ كولامنا. يليها بولي هيدرال. اخر لاير سكويمس. ودي بلاد فيسل. السي اي ان ده هل خرم البيزمنت ميمبرين؟ لا، هو فوق. انا هاخد الخلايا اللي باللون الازرق دي واخد الجزء ده كله وازرقه، الجزء ده كله اللي هو اللور وان ثيرد، خليه كله خلايا زرقه. ده لور وان ثيرد ريبليسد باي ذيس بلاستيك سيلز، ده سموه تحت الميكروسكوب سي اي ان 1. يبقى مسالك ايه هو سي اي ان 1 ده؟ اللي هو خد مين بس؟ اللور وان ثيرد. امال ازاي انا زودت الخلايا وخدت اللور هاف النص بالظبط من اول هنا لغايه هنا؟ ده اسمه لور هاف، اقول عليه سي اي ان ايه 2. على فكره ده اخطر. امال اخطر واحد بقى خد كل الثيكنس اسميه ايه؟ سي اي ان، يبقى فول ثيكنس سي اي ان 3، او بيسموه حاجه ثانيه سي اي اس. هو ايه سي اي اس ثاني؟ يعني كارسينوما ان سايتو، ما يقول لك اللي هي واخده فول ثيكنس اسمها كده. يبقى انا عندي ثلاث انواع، 1 لور 1 ثيرد، سي اي ان 2 لور هاف، سي اي ان 3 فول ثيكنس. بعد كده ابتدي يعمل ايه بقى؟ يعني عمره ما هينبت غير بعد ما يوصل لسي اي ان 3. سؤال، انا ليه قلت لور؟ ليه ما ابتديتش من فوق؟ سؤال شكله. يعني ليه قلت لور؟ ليه ما قلتش ابر؟ ابر. ليه؟ ليه ابتديت من البيت؟ الديفيجن بيبتدي من تحت، والمالينس بيحب الحته اللي فيها ايه؟ يبقى ما تنساش لما يقول لك لور، ايه لور دي؟ قول له اصل البيزل لاير فيها هاير اكتيفيتي فبتطلع مالينس. طيب كده اقدر اقول بقى ديفينيشن، نكتب بقى الديفينيشن بتاع كتاب الاسم، ديفينيشن معاه. تعالى شوف كده يقول لك ايه بقى؟ سبيكترم اوف تشينجز ويذن ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم اوف اكتو سيرفكس with pre-malignant potential. ايه الكلام العالي ده؟ بين قوسين no envision لايه؟ للبيزمنت ميمبرين. تاني انا كده اقدر اقول الديفينيشن افهمه. spectrum of changes، ايه اللي changes اللي حصل اهي؟ ان انا شلت الخلايا وحطيت مكانها displastic cells. spectrum of changes within stratified squamous epithelium اهو بتاع الاكتو ده، احنا قلنا الاكتو عرضه للسكشوال ايه؟ تروما. With pre-malignant potential يعني ممكن تقلب ايه؟ invasive. واحنا قلنا دي no invasion of basement membrane. الصفحه دي طبعا مش تحريري. انا قلت الصفحه دي عندي قبل ما امسح 3 سي اي ان، اللي هو سي اي ان ايه؟ 1 lower 1 third 2 lower 2 third 3 full thickness. في بعض الناس بتكتب اسامي مختلفه، لان الدكتور جمال عبد السميع جاب سؤال ام سي كيو mild dysplasia تساوي ايه؟ طب moderate dysplasia. هنغير الاسماء دي، الاسماء القديمه بقى سي اي ان، وهنكتب جنبه مايلد ديسبليزيا. سي اي ان 2 مودريت ديسبليزيا، يعني ديسبلاستيك سيلز خدت الجزء ده. امال ده اسمه ايه؟ سيفير ديسبليزيا او سي اي اس. يعني ايه سي اي اس؟ قلنا كارسينوما انسايد. جاب سؤال في الامتحان مودريت ديسبليزيا علاجها ايه؟ يبقى ارجع بقى مين؟ سي اي ان 2. حد فاكر السؤال السي اي ان بيقلب كانسر خلال كام سنه؟ 10. يعني سي اي ان 1 ده يوم ما يظهر انا منتظر كام سنه عشان يقلب انفيزن؟ 10 years. على بال ما يقلب سي اي ان ايه؟ 2 ثم 3 ثم انفيزن. قبل ما امسح انا عندي كام سي اي ان؟ 3 1 و 2 و 3. ايه اكتر حته بخاف فيها في المالجنسي اللي بيجي فيها سي اي ان؟ هل الستراتيفايد ولا الكولامنر ولا ترانسفورميشن زون؟ فاكرين اللي هي منطقه التحول دي اسمها ترانسفورميشن زون. نقلب بقى صفحه سؤال تحرير، تبقى عليه تحرير السنه دي ان شاء الله. كارسينوما اي سايت واخده فول ثيكنس بتاع الاكتيف. بس احنا عندنا انواع، هو بيبتدي ياخد فول على طول ولا بياخد 1 و 2 و 3؟ عشان كده بقول لك ايه هو السي اي اس بقى؟ قول له ده السي اي ان 3 بس. لازم عمره ما هيخرج غير ما ياخدهم. لازم. ما ده حاجه حلوه مش وحشه. يعني احنا عشان كده قلت لك قدامنا كام سنه؟ 10 سنين. نيجي بقى نشوف ايرلي ديتكشن. الصفحه دي مش مكتوبه
بس دي هتخلص لي سؤال تحريري عشان ما انساش في حاجه. Early detection of cancer cells تبقى عليه تحريري اللي هو screening. ده بيجي كتير قوي في الامتحانات. الله يرحمه كان في عندنا من سنتين استاذ اسمه استاذ سمير كان بيعمل سمير اسمه سمير يبقى اول حاجه اهو الله يرحمه سمير. الراجل ده كان فني معمل. الراجل ده مات خلاص. هو الراجل الله يرحمه ما كانش بيفهم. السمير ده اسمه التاني سايتولوجي الله يرحمه. الراجل ده اصلا يا ريته كان بيفهم في السايت. يعني سايتولوجي؟ سايت يعني سيلز، اولوجي علم، علم الخلايا. احنا في مصر الحمد لله بهايم في ده. اكتر دكتور كان شاطر فيه دكتور علاء شفيق زمان جدا كان يبص على الخلايا يقول لك دي مالجنت ولا بينال متعلم بره ومعلمش حد ومات. ومن ساعتها ولا حد فاهم فيه. دلوقتي تلاقي في وانت ماشي هيستوباثولوجي يعني باثولوجيا تيشو اديله تيشو يقول لي مالجنت ولا بينال. لا انا عايز خليه ويقول لي بينال ولا مالجنت. محتاج واحد بروفيشنال يعني صراحه ده ديفيشن جدا في مصر. فالله يرحمه كنا نبعت له السمير اللي هنشوفه النهارده مسحه كده يا استاذ سمير بعد اذنك عايزين نعرف الاخبار ايه. يا ريته كان يبعت لي يقول لي نيجاتيف. يعني ايه كلمه نيجاتيف؟ بيناين. يا ريته يقول لي بوزيتيف تبقى مالجنت. الله يرحمه كان بيبعت حاجه عشان اشك سسبيشس. ما هو مش فاهم هو خايف يقول نيجاتيف وتطلع ايه بوزيتيف خايف يقول بوزيتيف وتطلع لي فبيريح دماغه وعرف معلومه خلصته عشان ما يقعش في الغلط. عرف ان ال HPV اللي هو مين؟ هيومن بابيلوما فايروس بيخلي النيوكليس لونها ايه؟ ازرق شبه المالجنس. فما يبقى في انفكشن بيبقى شبه المالجنس فبيديك فولس ريزلتس. فروح بعت لي التقرير يقول لي ايه بقى؟ اما بعت له العينه تريت انفكشن فيرست وبعت لي العينه تاني اروح انا معالج اروح بعت لي يقول لي انفكشن ستيل بريزنت بليز لغايه اما انا ازهق. على فكره الله يرحمه كان عمره ما كان بيجيب لا نيجاتيف ولا بوزيتيف. ولغايه الان على فكره ولا حد بيبص في السيتولوجي كلهم مش فاهمين حاجه. احنا عندنا السسبيشس ده يبقى ما يسالك اما يجي لك بتريت ايه؟ اكيد اما يطلع اتعالج يبقى هيقول لي ايه بعديها؟ لا نيجاتيف لا بوزيتيف. الله يرحمه كان عمره ما بيقول. طيب فافترض طلع بوزيتيف نكتب بقى في الحته دي واكتب لي عليها انسكيوهات كررها ثلاث مرات. هشطب لي الجزء اللي هنا ده واكتب لي فريكونسي اوف سمير. جابها الدكتور جمال في سؤال كامل انسكيو قد كده سؤال ضخم كده وكاتب لك كل ايتم تكتب الاسم وغير الكلمه بعد ما خلصه هقول لك ايه ازاي الفريكوينسي بتاع السمير بتعمل ازاي. قال اذا كانت واحده يونج وهاي ريسك عندنا في بلاد بره بيبتدي السيكشوال اكتيفيتي بدري اول ما توصل 18 سنه تقول لك انا كبرت ها نبتدي بقى نشتغل ها. على فكره هتعرف الهاي ريسك دولت لازم ياخد هيومن بابيلوما فايروس فاكسين اللي هنعرفه وده موجود في مصر دلوقتي. طيب لو ريسك واكتر من 30 سنه اعمل ايه؟ اخر واحده بدي مش عجباني لو ريسك واكتر من 70 سنه ما تموتش يبقى انا عندي يبقى كاتبها في كتاب اسم كده هاي ريسك ويانج تعمل لها سمير كل قد ايه؟ لو ريسك واكتر من 30 ولو ريسك واكتر من 70 نمسك اول واحده. واحده اول ما تبتدي السيكشوال اكتيفيتي حولها ايه؟ يا ريت تجي لي سنويا خلال اول ثلاث سنين من السيكشوال اكتيفيتي بتاعتك ناخد السمير. السمير ما بيتكلفش 5 جنيه هتشوفه النهارده فيري تشيب فيري اكيوريت فظيع. اخد مسحه يبقى انا هعمل هنا ايه؟ انيوال سمير ستارتنج within 3 years of onset of sexual activity. يعني انا راح اركب تدريب السيكشوال اكتيفيتي يا ريت خلال 3 سنين من بدايه السيكشوال اكتيفيتي تيجي نعمل لك كل سنه ايه مسحه عشان ما يجيلكش كانسر سيرفس. طيب لو ريسك بقى اكتر من 30 هعملها انيوال برضه انيوال سمير فور 3 نيجاتيف سكسيسيف ريزلتس. يعني هعمله سنويا لغايه ما يطلع كم مره نيجاتيف؟ 3 زين every 3 years كل 3 سنين مره. يبقى اذا كانت لو ريسك واكتر من 30 هجيبها سنويا اعملها مسحه اللي هنشوفها دلوقتي هعملها مسحه سنويه لمده 3 سنين ورا بعض طلعوا نيجاتيف اعملها كل كام؟ 3. امال فوق ال 70 دي لو ريسك يعني ما عندهاش ريسك فاكتور زي ما قلنا
فكان هي مالتي بارا وسيكشوال اكتف، فاهمني يا دي اسمها لو ريسك، هاي ريسك يعني سيكشوالي اكتف. تمام؟ نيجي بقى لواحده لو ريسك اكتر من كام؟ من 70 سنه. اكتر من 70 سنه دي ايه دي؟ بيقول لك تعمل اذا كان 3 نيجاتيف سمير في القرن اللي فات، 3 نيجاتيف ان ذا لاست في العقد اللي فات، لا اخر 10 سنين. لاست ديكيت ديسكونتينيويشن اوف سمير. يعني ايه؟ العينه ديت خلال 10 سنين فاتوا طلع 3 نيجاتيف، مش هعمل تاني، اعمل ايه بقى؟ ما خلاص. يبقى انا عندي 3 نيجاتيف سمير ان ذا لاست ديكيت ديسكونتينيويشن اوف سمير. جابها ام سي كيو هي واحنا بنحل هنشوف. جاب مره ايه؟ هاي ريسك ويانج، هل اعملها كل 3 سنين؟ لا احنا قلنا ايه؟ سنوي. طيب لو ريسك اكتر من 30 يكتب لك كل 3 سنين، لا كل سنه لغايه ما يطلع يبتدي يلعب بالالفاظ. ما اعرفش ليه حابب الحته دي. جابها كذا مره في كذا امتحان وهنشوف. يبقى ده تحفظوا لي صم بعد اذنك، الفريكوانسي ده بتاع كابليس. طب نفترض طلع بوزيتيف، مش هصدق استاذ سمير، يا ريتو كان عارف الكلام ده. يعني اذا طلع بوزيتيف هوديه للدكتور محمد زايد، استاذ عندنا محترم جدا وبيفهم في منظار اسمه كول بوست، اشطر واحد عندنا بيعمل حاجه اسمها كول بوسكول من اسمه. كولبو يعني ايه؟ فاجينا، سكوب، منظار، بيسموه منظار عنق الرحم. ازاي يعني؟ مش فاهم. هو بيدخل في الفاجينا، قد الالم ده. بيدخل في الفاجينا فبيسموه ايه؟ كل باسكول، بس بيتفرج على مين في وشه؟ سيرف. يبقى ده اسمه منظار عنق الرحم. عندنا اللي عايز اعرف مكانه، في عندنا مطلع فيلا كده في النسا. لو مدخل النسا من ورا هتلاقي على ديك الشمال باب حديد وانت طالع. هو ده السجن بتاع كل باسكول. محطوط هناك الدكتور محمد زايد كل اسبوع يروح يتفرج على كام حاله وايه؟ ونفترض ما علمش حد. مفيش حد انت لسه وحصل له حاجه. وادي الكولبوسكوب راح في الاسرائيلي، يعني عندنا مفيش حد بيفهم فيه غيره هو. الكولبوسكوبي ده بيكبر كام مره؟ 20 تايمز. والعنا صح هنشوفه دلوقتي. بمسك المنظار كده عنق الرحم كده واقعد اتفرج على عنق الرحم مكبر قدامي وهي صح. حاجه خرافيه. واخد منها ايه ده؟ انت فاكرها؟ بانش. ايه بانش دي؟ ببص على الليجن لقيت حاجه ابنورمال اخد عينه وهي صح وابعتها لمين؟ للباثولوجي. انا عندي 3 احتمالات دكتور محمد زايد، بس ده اشطر بقى ازاي استاذ سمير الله يرحمه. كان يقول لك ايه بقى؟ ده قال بوزيتيف انا قلت نيجاتيف. تصدق مين؟ على فكره لا ده ولا ده. يقول لك كتاب الاسم ما تصدقش حد فيه طالما الاثنين اختلفوا. ادخل اول عنق رحم زي الكوسه هنشوفها النهارده كده، اروح مقوره كده واطلعه واقسمه سلايسز وابعته لبتاع الباثولوجي شوف لي فيه مالجنت ولا لا. هعمل حاجه اسمها كون بايوبسي. كون يعني مخروط، هنشوفه. انا بدي اسماء بس دلوقتي. طيب نفترض طلع بوزيتيف، اروح جايب الاله دي هنا واعمل بانش اهي، امسكها كده واعمل بانش اهي. ناخد بانش يعني ايه؟ اطمه. انا شايف الليجن، هل لازم تنام اندر انستيزيا؟ بس انا تبعد عند الساعه كام وكام؟ 3:09. يعني قصدي اقول هنا هاخد كولبوسكوبيك دايركتد بانش بايوبسي. طب نفترض طلع انساتسفاكتوري، ايه بقى الكلمه دي؟ وهيقلد الراجل ده؟ لا، انساتسفاكتوري الدكتور محمد زاد فاهم. واحنا قلنا اكتر حته تخوف الكولومنر ولا ستراتيفايد ولا ترانسفورميشن. طب الترانسفورميشن زول قلنا كل ما الست بتكبر بتدخل فين؟ في السيرفس. طب انا دلوقتي باصص بواحد زي ده كده كبير ضخم، هل ده هيدخل جوه عنق الرحم؟ واحنا قلنا مش هننام اندر ايه؟ انا طالما سكريننج يبقى نوت اندر انا سيت. عيل نايمه كده وانا بتفرج ما لقيتش الترانسفورميشن زون، هل ينفع اتكلم؟ يبقى اكيد هي فين؟ فيكتب لي انساتسفاكتوري. يعني ايه كلمه انساتسفاكتوري؟ ترانسفورميشن زون انسايد سيرفيكال كانال. طب حلها؟ قالوا هنجيب معلقه مش عارف اسمها كيفر كان، مش عارف رفيعه جدا، معلقه كحل، ادخل اكحت الاندو سيرفكس واطلع بالخلايا اللي جوه والعانه صاحيه اسمها اندو سيرفايكال كيوريت. ودي عليك اسم بس. بص بقى الصفحه دي بتخلص لك بلاوي. حد يقول لي اذا طلع نيجاتيف اعمل ايه؟ اهو فريكونسي. اذا طلع بوزيتيف هتعمل كولبوسكو. اذا طلع سسبيشس تريت ايه؟ بقول لك دي بتخلص لك بلاوي. طب امتى اعمل كون قدامكم؟ لو ده بوزيتيف وده ما اتفقوش مع بعض، امتى اعمل اندو سيرفايكال كيوريت؟ اذا كان الكولبوسكوب ان ساتسفاكت، امتى اخد بانش بايوبسي؟ اذا لقيت بوزيتيف كولبوسكوب، اكتب لي عليهم بقى الاكيوريسي.
السمير نسبة الاكيوريسي بتاعه 95%، دي ارقام الجديدة خلاص. يبقى السمير اكيوريت بنسبة 95%، كولبوسكوب 85 لـ95%، يبقى كده الاكيوريسي بتاع الاثنين خلصنا منه عشان الرقمين دول جداد. يبقى السيتولوجي بنسبة 95، الايه الكولبوسكوب بنسبة 85 لـ95. طب نفترض جالي سؤال تحليلي ايه ديتكشن، اشرح مين من دول؟ اشرح ثلاثة، واحد ها سمير، اثنين اللي هشرحهم دلوقتي كولبوسكوب، ثلاثة كلمة اسمها. امال الكومبايوس دي كونفرميشن عشان هتتعمل اندر انستيزيا. يبقى السؤال لما يجي لي تحريري هشرح ثلاث حاجات، سمير اللي هشوفه الصفحة الجاية، كولبوسكوب اللي بعدها، ودي كلمة واحدة اسمها اندو سيرفايكال ايه كريت. امال ده فور ايه؟ ها كونفرميشن، ده مش سكرينينج. نعم بيشوفها اهو كولبوسكوب، انا هشوف بيشوف حاجه اسمها هاني كوم، مش عليك يعني، هو بيبص يعرف الجنكشن بينهم شكله عامل ازاي، ما لقاهاش يبقى فين؟ في السيرفس. نيجي بقى على الصفحه اللي بعديها تحريري بقى، سمير هناخد اول واحد سمير. نعم. لا مش باشا النيجا تفعل عليك، دي واحده عندها 70 سنه. ما انت مش شايف ليجن، مش فاهم قصدي يعني، اذا شفت ليجن خده بانش، ولا انا هقعد بقى اقعد اقطع كده زي الاهبل؟ لا انا هاخد لازم حاجه شايفها. اه طبعا هي البيضه عليها مالينس، ما شفتهاش اقول ايه؟ انسس فاش. انت حتى كان بيرفع ايديه ولا اي؟ هي الكومباس. اه هناخدها بقى لسه دلوقتي، بس اسماء بس، يبقى كل ده سكريننج ما عدا مين؟ الكوم. نقلب بقى الصفحة، سمير الله يرحمه اندو سيرفايكال كريت، بس هكتبها اسم بس. نيجي بقى نشوف باب سمير، اكتب لي تحريري وما جاش، مع انه والله شكله يجي خلاص. هو ليه سموه باب؟ هنعرف اسمه باب سمير، او اسمه الثاني سايتولوجي. طلع ان السايتولوجي ده بيعمل ايه بقى؟ study of exfoliated cells from ecto cervix and endo. ده باسم نفس كلمة endo معانه شرح تاني. يبقى ما يقول لك ايه الديفينيشن او ايه الفاليو بتاع السيتولوجي؟ انا بعمل study exfoliated، اي تيشو عندنا بيوقع عليه خلايا، انا هاخد الخلايا دي واشوفها بيناين ولا مالين. يبقى انا نايمه كده خلايا من الاكتو والاندو تقع، هاخدها. هناخدها ازاي بقى؟ هنعرف اول ما اقول له يا استاذ سمير هات لنا ايه، نعمل سمير بيعمل ايه؟ يبعت لي خشبه زي دي، خشبه دي اللي هي بتاعه التانج ايه نبرس. كان زمان خشبه شكلها عامل كده، دي اختفت خلاص، عامله كده الشكل المرسوم عندك ده، ودي بتيجي سلايد اهي، دي ما بقاش منها خلاص. دي بيسموها ايه اسم العالم؟ ايرز وودن. وودن يعني ايه؟ خشب. سباتيولا ده زي بتاعت التانج ديبريسور. يبقى دي اول حاجه ببعتها للاستاذ سمير. تفتكر الخشب دي غاليه؟ انت عارف دي العلبه بكام؟ 10 جنيه فيها 100 واحده، ها يعني فيري تشيب. وبعد كده يجيب لي بقى مش قطنه زي ما مرسوم عندك، لا عصايه واخرها فرشه، دي مش موجوده في الاصل العين بس بيشرحوها ويقول لك مهمه اهي، موجوده بره فرشه كده بلاستيك اسمها سايتو براش. يبقى دي تاني حاجه بيبعتها لي، بلاستيك عباره عن عصايه واخرها فرشه بلاستيك كده. بعد كده يجيب لي كوبايه اهي، دي بتاعت القصر العين على فكره، دي بتاعتهم وخدتها من هناك عشان اقولها لك. الكوبايه بقى مش زي البيضه اللي انتوا شايفين فيها الشاي بتاع زمان، كان بيديها لنا فيه، لا بيعملوا دي بقى وغطا احمر اهو، ويحط لك فيها كحول تركيزه 95%. يبقى هيحط فيها ايه؟ سبيرتو اهو اهو، الكحول تركيزه 95%، وهنعرف ليه. ويجيب لي كام سلايد؟ 2 سلايد، انت عندك 3 اشطب لي واحده. يبقى انا عندي كام سلايد؟ بس دي واحده اتكسرت النهارده اهي، سلايد كده ويحطها لي في الكوبايه. 2 سلايد ادي واحد، ويكتب عليها واحد، بيكتب بايه؟ قلم اسمه قلم الماس، ده بيحفر في الازاز، ويروح كاتب لك واحد كده واثنين. يبقى كده دي الحاجات دي. حد يقول لي تكلفتها كام؟ شويه سبرتو، حته خشبه، ها
اثنين سلايد، وعلى فكره مش هتعدي 5 جنيه ماكسيمم، وكمان احنا بنجيبها على حسابنا عشان انا ما تدفعش، عشان ده اكيوريت هتشوفوا دلوقتي ده الايديال سكرين. اعمل ايه بقى كل ده؟ كان زمان دي اسمها سيرفايكال اند ودي اسمها فاجينال اند، كنا بناخد من الفاجينا، الفاجينا اند اتلغت خالص. يبقى انا باخد من مين بس؟ مثلا شوف هنعمل ايه؟ الان بتنام على ظهرها في العياده، احط منظار وافتح الفاجينا واروح جايب الخشبه دي، هعمل ايه؟ ادي عنق الرحم، هلف كده. حد يقول لي انا خدت ايه؟ خدت اكتو سيرفايكال سيلز، هل انا شايفها؟ انا بعمل كده بس. واروح جايب سلايد رقم واحد واعمل فيها ايه؟ هسبريد على السلايد، خلاص؟ وبعد كده اروح، هل شايفين حاجه؟ واروح حاططها جوه الكوبايه. ليه بتحطها في كوبايه الكول 95؟ فيكسيتور بيثبت الخلايا على السلايد عشان ما تقعش. يبقى مساله ايه فايده الكحول؟ فيكسيتور. انت هتحط تو سلايد في كوبايه واحده، يبقى انا دلوقتي لازم اثبت الخلايا على السلايد. تخيل جاب في الام سي كيو الكحول 98 غلط، تخيل يعني والله اسئلته كده، يعمل لك يعني لازم احط 95% الكحول. احط اول سلايد يبقى دي اكتو سيرفز، تاني واحد هجيب فرشه اهي واحط الفرشه جوه السيرفكس رفيع جدا والف، يبقى انا خدت خلايا من مين؟ من الاندو. وسلايد رقم اثنين شايفين حاجه؟ حتى الان بتبدا مجنون بتطلع حاجات وتحطها في كوبايه، اروح اعمل كده واروح حاططها في الكوبايه، يبقى دي تاني واحده اندو سيرفكس، وابعتها للاستاذ سمير. سيادته بيعمل ايه بقى؟ ما ياخدها بيحط عليها ستين، عليك اسمها، اسمها بابا نيكولا ستين، لازم تقول لا في الاخر، ها بابا نيكولا. كان في واحد قال غلط قال بابا نيكولاس، كانت نهايته. الدكتور قال له ايه؟ بابا نيكولاس، قول ورايا لا 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 الواد الجامد لا لا، يبقى بابا نيكولا ستين. عشان كده سموه ايه؟ ها بابي سمير. يبقى انا باخد الخلايا واحط فيها بابا نيكولا ستين، بي اي بي اي ان اي سي او ال اي او يو، اسمها بابا نيكولا ستين. بابا نيكولاس عشان بابا نيكولاس برضه، بابا نيكولا ده عشان ايه؟ ايه يعني بقول بابا نيكولاس؟ لا دي بقى دمره، فبعد اذن بلاش الاسم دي بتضايق الناس. يبقى بابا نيكولاس دي، ويبص عليها اشوفها بيناين ولا مالين. حد يقدر يقول لي ده كام في المية الاكيوريسي؟ خمسة، كان مكتوب عندكم 80 قشطه، 95%، خلاص؟ اشطب لي الجزء التحتاني، فورس بوزيتيف فورس نيجاتيف، مش مكتوب كتاب الاسم الجديد. في حاجة اسمها فورس بوزيتيف وفورس نيجاتيف، اشطب. احنا عندنا السؤال ده ما يجي لي تحريري، اوعى تنسى بقى الصفحه اللي احنا هناخدها دلوقتي. في ورق ثلاث ورقات كلكم داخلين بيهم. اول ورقه الابنورمال سمير، حد هيسمحها لي بعد ما اخلص. دكتور واحنا ممكن هتزودها في الصفحه دي وتدبسها. نعم. اللي بيه. انا مش عارفه انا لقيته الجبره ده يعني. لا لا. لا 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 لا. بس خليه فوق. رايح فين؟ طيب نيجي بقى على ابنورمال سمير، ده بقى في كتاب الاسم. كان في عالم اسمه باتيستا، انا بسميه كده اسمه باتيستا، هو اللي عمل الكلاسيفيكيشن ده. تعالى بقى نشوف باتيستا عمل ايه. لانه حمار، اذا كان واحد فاهم كان يطلع لك لابوستيف. لا الله يرحمه الدكتور علاء الشفيق وسمير. تعالى نشوف الريزلتس. اسماء غبيه اللي هيقولها يبقى استاذ. احنا عندنا الابنورمال سمير بقى. انا خدت كام عينه؟ اثنين. اكتو سيرفايكال وايه؟ واندو سيرفايكال. الاكتو سيرفايكال خدت عينه، بعت لي تقرير قال لي ايه؟ اسكس. ايه اسكس ده كمان؟ اسكس. باختصار ايه؟ اتيبيكال سكويموس سيلز اوف ان ديترمايند سيجنيفيكانس. ايه الكلام العالي ها؟ يعني ايه كلمه اتيبيا؟ احنا قلنا يعني مالجنت تشينج. كلمه اتيبيا معناها مالجنت، يعني حلقه لون الخليه ايه؟ ازرق. اتيبيكال سكويموس سيلز بس مش عارف الاورجن بتاعها ايه السيجنيفيكانس. ده غالبا عندها اتش بي في اللي هو مين؟ هيومن بابيلوما فايروس. يبقى اول نوع ده على فكره اعالج الاتش بي في وارتاح. يبقى ما بعت التقرير لي اسكس
اروح مديها تريتمنت اتش بي في وخلصنا. بس زمان قال لي ال اس اي ال اس الله او اتش اس اي ال اس ده معناه ايه ده اللي هيقوله ال اس اي ال اس يعني لو جريد سكويمس انترا ايبيثيليال ليجنز. اما اتش هاي جريد سكويمس انترا ايبيثيليال ليجن. طب ده معناه ايه انا مش فاهم يعني ايه لو ويعني ايه هاي. لو ده اللي يساوي سي اي ان اي 1 يبقى ده احلى الانواع. احنا لسه قدامنا كام سنه عشان يقلب 10 سنين. اما اذا قال لي اتش اس اي ال اس ده سي اي ان 2 او 3 هنا اترعب شويه. يعني كل ما ياخر كل ما انا خايف يقلب ايه انفيز. في الاخر ممكن يبعت لي تقرير ويحلف لي انها سكويمس سيل ايه كارسينوما. دي افظحهم طبعا. يبقى دي كانسر. يبقى دلوقتي عندي الاكتو سيرفكس اربع انواع اللي هيقولهم اس كارسينوما اتيميكال سكويمس سيل اوف اندترماين سيجنيفيكانس اللي هو اتش بي في. امال ال اس اي ال اس ها لو جريد سكويمس انترا ابيثيليال ليجن. اشرح حاجه سوا شكلك عيان جدا جدا يعني عايز احقن عايز جلوكوز. اه والله ده انت شوك. قولي لي كلينيكال بيشرب شوك اجيب لك حاجه سخنه. والله ما فيش مشكله عشان تفوقي. بس ده لوز ولا ايه؟ امال ايه؟ دايت برد عادي دايت تمام كده. اتش اس اي ال اس هاي سكويمس سكويمس انترابيثيليال ليجن اخر واحده سكويمس سيل ايه؟ كارسينوما. طب تعالى هنا اندو سيرفيكس اهبل اتيبيكال جلاندولار سيلز. واحنا عارفين الاندو ده عباره عن جلاند خلاص اسمه اتيبيكال جلاندولار. امال الكارسينوما بتاعته ايه؟ حد يعرف ليه قلبت على طول كارسينوما؟ عشان هي انفيزيف فروم ده استفكين قلنا الكلام ده. يعني الاندو سيرفيكس لا اما حلايا اتيبيكال سيلز لا اما ادينو ايه كارسينوما. انا عايز دول اللي هيقولهم لي بعد ما طبعا يجي تحريري. كلام عالي قوي الكلام ده بياخدوه في الدكتوراه اللي هو ابنورمال سمير مكتوب في كتاب الاسم الجديد. هتقول له ايه بقى؟ اسكس اللي هو اتيبيكال سكويمس سيلز اوف اندترماين سيجنفيكانس اللي هو هيعالج مين؟ اتش بي دي. امال الاس اي ال اس لو جريد سكويمس انترا ابيثيليال ليجن. امال اتش اس اي ال اس هاي جريد سكويمس انترا ابيثيليال ليجن اللي هو 2 او 3 اخر نوع اسمه سكويمس سيل كارسينوما اهو. وكده خلصت السمير اللي اس اي ال اس. نعم ده سيتولوجي. هو عن طريق بقى الشكل هيقول لك ده لو جريد ولا هاي. انا بقى اقول ايه يساوي عندي ايه لو سي اي ان 1 او 2 3. لا 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 انت ما شفتش التلاته ولا حاجه. بقول لك يساوي عندي ايه عشان اعرف عالي اللي انت هتقولهم لنا اسمهم ايه بقى. اه ايه الاسكاس ده مالجنا انت يعني ايه باللاتين؟ اتيبيكال سيلز ديترماين سيجنيفيكانس. حلو قوي. ده حالي مين هنقولش دلوقتي في العلاج؟ اتش بي في لو ايه؟ لو سكويم لو جريد سكويمس انترابيثيليال ليجن ده يساوي طيب اتش اس اي ال اس تمام. اخر واحد اسمه مصيبه سكويمس سيل كارسينوما. نقلب الصفحه كولبوسكوبي كول بوسكو في حته في الصفحه هتتشطب. هو ايه الكولبوسكوب ده؟ حاطين له صوره في كتاب الاسم الجديد. كولبوسكوب ده منظار عنق الرحم اسمه باي نوكيولر مايكروسكوب. يبقى الكولبوسكوب ما هو الا ايه؟ ها باي نوكيولر مايكروسكوب. يعني ايه باي نوكيولر؟ في كام عدسه؟ اثنين. بصوا عامل ازاي؟ كده بالظبط. عدسه اماميه وعدسه خلفيه وفي هنا بالخط الاخضر كده بس انا هعمله احمر جرين فلتر اهو اخضر اهو. وهنعرف ده سؤال شافوي. يعني هو حاطين له فلتر لونه اخضر وهنعرف ليه بعد شويه. يبقى بدايته عدسه ونهايته عدسه. احنا قلنا بيكبر كام؟ 20. طبعا دكتور محمد زايد هو اللي بيعمله عندنا. يدخل بالمنظار كده وبص على عينه صاحيه وادي عنق الرحم مكبر قدامي عشان اذا لقيت ليجن اخد منه ايه؟ بانش.
ايه فكره الكولبوسكوب عشان افهمه؟ هو بيحط عينيه هنا ويتفرج على الابيثيليوم، مش الابيثيليوم اللي قدامي ده، ادي الابيثيليوم بتاع العينه وليكن اللي هو الاستراتيفايد سكويمس، صح؟ قال لك الابيثيليوم الموجود او الترانسفورميشن او اللي هو الابيثيليوم ايا كان تحتيه ايه ده؟ بلاد فيسلز. اي مالجنسي معاه نيو فاسكولاريزيشن بيعرف الحته الابنورمال من البلاد فيسلز، يعني هو بيتفرج على الابيثيليوم. لا بيتفرج على مين؟ طب انا هشوفها ازاي؟ انا دلوقتي هخلي لك الابيثيليوم ده ازاز وتتفرج من تحتيه على البلاد فيسلز، يعني اذا لقيتها ابنورمال تاخد منها ايه؟ اتفقنا؟ ها؟ بانش. طلع ان الفكره بتاعته نكتبها فيجوالايز اندرلاينج بلاد فيسلز ذات ريفلكت باثولوجي. يبقى مسالك هو بيشتغل ازاي او ايه الفاليو بتاعته؟ بتفرج على البلاد فيسلز اللي تحت الابيثيليوم اللي هتقلب لي تقول لي ده باثولوجي اخباره ايه. يبقى فيجوالايز اندرلاينج بلاد فيسلز ذات ريفلكت باثولوجي. تعالى بقى نشوف، وبعد ما اقولهم حد هيقولهم لان هو سخيف شويه، انا هعيدهم ثلاث مرات عشان نسكيو. اول حاجه بطلب الممرضه قطنه بصلاين، يبقى رقم واحد صلاين محلول ملح، بتديني القطنه ويدي عنق الرحم قدامي كده واروح مغرق عنق الرحم. السؤال في الامتحان ليه الصلاين؟ كتب اسم مش كاتب ليه؟ يعني بحط صلاين وخلاص. الصلاين ده بيخلي الابيثيليوم ايه؟ ترانسبيرنت عشان اتفرج على. يوم ما يبقى دراي هل هتشوف حاجه تحت؟ يبقى دراي ابيثيليوم از نوت ترانسبيرنت، يبقى اكتب جنبها دراي ابيثيليوم، عايز اخليه ازاز، از نوت ترانسبيرنت. يبقى اروح حاطط صلاين واغرق السيرفس بتاع العين واتفرج. احنا قلنا لما اتفرج هتفرج على مين تحت؟ هتلاقي الابنورمال بلاد فيسلز. ازاي؟ مش قلنا النورمال، لا قال لك ابنورمال على طول، اللي هم ايه بقى؟ النقط دي ده شكل اسمه بانكتيشن، يبقى الشكل ده ايه؟ منقطه اسمها بانكتيشن. اللي عايز يعرف دي معناها ايه؟ يعني دايليتد كابيلرز، ادي ابنورمال، خد منها بانش. في واحده ثانيه عامله زي الموزايكا، ايه الموزايكا؟ في شان صغير كده بيعملوا بيه لوح، تلاقي سمكه كده وبحر، شان صغير اللي كان زمان بيتعمل منه الحمامات، هو بيسموه اهو شبهه كده موزايك ابيرنس. يبقى ده الشكل ده اسمه موزايك ابيرنس. ده معناه ايه اللي عايز يعرف؟ كابيلرز انتر كونكتنج، يعني ماسكين في بعض اهو، دي فتحت في دي ودي فتحت، يبقى انتر كونكتد كابيلرز. اللي بعد واحد شاف كوما شيب، واحد جعان شاف سباكيتي لايك، واحد شاف كوركوس كرو، ولازم احفظهم كلهم عشان ده ابنورمال، يعني اذا لقيتهم لازم اخد منهم ايه؟ طنش. يبقى اللي هيقولهم هم خمس اشكال. الشكل الاولاني منقط اسمه بانكتيشن، الشكل الثاني موزايك، ها؟ كوما شيب، سباكيتي لايك، اخر حاجه ايه؟ كوركوس كرو. نفترض عيني على قدي وانا ما كنتش شايف كل البلاد فيسلز وخدت بانش بس مش مطمن، اعمل ايه؟ اجيب قطنه رقم 2 احط فيها اسيتيك اسيد، بقول لك تركيزه من 3 ل 5%، اكتب لي اسم، يبقى اسيتيك اسيد. طيب الاسيتيك اسيد ده اعمل بيه؟ ركزوا معايا، هعيده مرتين وبعدين اكتب. انت عندك لما بتيجي تصبغ مش في ابيثيليوم كده؟ انت بتصبغ اخر لاير، صح؟ هل اخر لاير فيها نيوكلياي؟ عارفين دايما ربنا بيعمل ايه؟ كل ما الخليه تعلى كل ما تفقد النيوكليس فتقع ويطلع ايه؟ غير نورمالي. اذا انا سبغت ده بيتاخد بالنيوكليتد سيلز اللي هو اخر لاير، هل هتتسبغ ولا لا؟ يعني نورمال مش هتسبغ. المالجنس بيعمل حاجه اسمها لوس اوف بولاريتي، حد فاكرها النهارده؟ يعني بيخلي الخلايا اللي تحت فوق واللي فوق، يعني اما اسبغ ولا حته اتسبغت هل اخد منها بانش ولا الحته اللي ما اتسبغتش اللي اخد منها بانش؟ بتتصبغ باللون الابيض فبيسموها ايه؟ اسيتو وايت، يعني بتاخد الصبغه وتتصبغ بيبقى لونها ابيض. يبقى ثاني احنا قلنا اي نورمال ابيثيليوم انا بصبغ اخر لاير فيه، هل فيها نيوكليات؟ اتفقنا؟ لا. يعني نورمال اذا صبغت ما لقيتش حاجه لونها ايه؟ ابيض. طب نفترض ان انا صبغت ولقيت حته ابيض، ده معناه ايه؟ ان النيوكليتد سيلز بقت فوق، وده اسمه ايه في المالجنسي؟ لوس اوف بولاريتي. يبقى انت صبغت حاجه لونها ابيض، يبقى لما اعمل بانش اخد من الاسيتو وايت ولا من انستينج؟ يبقى نكتب جنبها باخد من اسيتو وايت ارياز ليه؟ بين قوسين نيوكليتد، يعني الخلايا فيها نيوكلياي ودي اب نورمال، ايه اللي جابها فوق؟ ده اكيد مالجنس.
نظري على قدي او ما عنديش اسيتك اسيد، هاخد اخر قطنه شيلر ايودين، خدتوه زمان اسمه اليود، كنتوا زمان بتديله بين ستارش نيشن اللي هو جلايكوجين. طلع ان اليود ده اما بيصبغ الجلايكوجين بيبقى لونه بني. ركز الكلام، اما يصبغ الجلايكوجين بيبان لي انا كلون ايه بالكولبوسكوب؟ بني براون. تفتكر الخلايا النورمال فيها جلايكوجين؟ اه. يعني زي ما سبقت حلاقي كل لون ايه؟ بني. امال المالجنسي بيعمل ايه؟ بيخلص على الجلايكوجين، بيكونسيوم جلايكوجين. يعني اما اصبغ اخد من حته البني ولا الانستين؟ يبقى هنا الانستين ليه؟ لان المالجنان سيلز ما فيهاش ايه؟ ده. يبقى هنا هين هاخد من الانستين اريا بانش لانها نوع ايه؟ جلايكوجين. امال الستين دي بتبقى نورمال بتتسبغ باللون الايه قلنا؟ براون. هعيدهم تاني وسيب القلم وهسالهم على حد لخبطه. احنا قلنا عندي ثلاث قطنات، اول قطنه بحط سلاين ليه؟ عشان اتفرج على البلاد فيسز. ايه الاشكال اللي هاخد منها بانش؟ بانكتيش، موزايك، قماشي، باكيتي لايك، و كوركوسكرو. طب هحط اسيتيك اسيد، هاخد من الحته البيضه ولا الانستين؟ البيضه ليه؟ عشان نيو كريتد، ودايما المالين الناس بيلخبط الخلايا. طيب الشيلر ايودين هاخد من الحته البراون ولا الانستين؟ لا الانستين، لان هنا ما فيهاش جلايكوجين والمالجنسي بياكل ابره. يبقى انا هاخد من الانستين واسيب مين؟ الستين. كان الاسم بقى الغريب انه كتب الابنورمال بس ما كتبش مين. يعني عندك الثلاثه اللي عديك اليمين دول تشوف النورمال مش على ايه؟ يعني ازاي اعرف دي ترانسفورميشن زول؟ الدكتوره كان بتسال ما قالوش اعرف ازاي ده كولامنا يبقى ده مش علينا. سؤال جه في الام سي كيو، لوكوبليكيا. هو ايه اللوكوبليكيا دي كمان؟ لوكوبليكيا. لوكو يعني ايه؟ ابيض. ليكيا ليجن، يعني ليجن لونه ابيض. تفتكر اللوكوبليكيا دي بري كانسرز برضه؟ اذا انت شفتها هل هتشوفها بعد ما تحط اسيتك اسيد ولا قبل ما تحط اسيتك اسيد؟ دي قبل، دي بيضة اصلا. يعني ديت عباره عن وايت ليجن بيفور ابلكيشن اوف اسيتك اسيد، اسمها لوكوبليكيا. تفتكر لما يجي لك سؤال ام سي كيو يقول لك لوكوبليكيا ات از ا وايت اريز افتر ابلكيشن اوف اسيتك اسيد؟ ده غلط. شوف شال بيفور وحط كلمه. اه امال اذا قال لك بيفور يبقى اسمها ايه؟ اللي هي افتر اللي هي اسيتو وايت، يبقى هو بيلعب بالالفاظ. يبقى اللوكوبليكيا ما هي الا وايت ريجن بيفور ابلكيشن اوف اسيتك اسيد. ثلاث قطنات سلاين ليه؟ بلاد فيسل. اسيتك اسيد اخد من حته البيضة، شيلر ايودين اخد من حته الانستين. اهو بقيت الصفحه مش عايز. احنا قلنا الاكيورسي كام؟ 85 الى 95%. هو ليه في فلتر لونه اخضر اذا حد سالك؟ ليه؟ انا ما افهمش في الالوان بس بيقولوا ان الضوء اصفر اللي انا بنور بيه العيانه من تحت، والاخضر ده معاه اللي بيديك كونتراست تشوف البلاد فيسلز بلونها الحقيقي. انا ما اعرفش الكلام ده، يعني يقول لك ان جرين فلتر ده فور بلاد فيسل كونتراست. يعني هو عمله العالم ده على اساس ان انت تشوف البلاد بلونها الحقيقي. النور ما اخضر يديك لون زي البلاد فيسل الحقيقي. انا ما اعرفش الصراحه بس هو القصه محطوط ليه؟ ها؟ عشان بلاد فيسل ايه؟ كونتراست. سمع ايوه حضرتك. ممكن تقولي لي انا لما اجي احط شيلر ايودين هاخد من حته الانستين ولا الستين؟ ليه؟ جلايكوجين. تمام. طيب لما اجي احط اسيتك اسيد لو هو 5% هاخد من حته البيضه ولا الانستين؟ بيضه. ليه؟ طب احط سلايل ليه؟ ايوه عشان اشوف مين. قولي لي الابنورمال بلاد فيسلز اللي هاخد منها بانش. كوما شيب صح؟ اللي انت شفتيه. نيجي بقى بعد كده على لا في المية التركيز. ملي ايه؟ لا مش ملي، في المية التركيز و3 ل 5%. نقلب الصفحة بايوبسي. هل البيوبسي فور سكريننج؟ احنا قلنا لا. يعني ده اكتب جنبها فور، ما تكتبهاش في السؤال بتاع الايلي ديتكشن. يعني ده فور كونفرميشن.
يبقى البيوبسي فور كونفرميشن. تعال بقى نشوف انواع البيوبسي. اول نوع من البيوبسي مرسوم عندك اللي هو ده، ايه ده؟ بالنيكد اي، يعني حد بيروح باصص كده بخبره، يعني شايف ليجن قدامه الكولبوسكوب ما شافوش، ها؟ فبيبص كده راح واخد بايوبسي من العين، فبيقول لك النوع ده اسمه دايركت بايوبسي او بيسموه كولد نايف بايوبسي. حد يعرف ايه الكولد نايف دي؟ مشرط، مشرط اسمه كولد نايف. يعني دلوقتي بروح داخل بمشرط كده وراح واخد حته من العيان. الكلام ده اما الاقي ليجن واضح، يعني لقيت ماس، لقيت قرحه ألسر، لقيت بوليب، وانس لقيت ليجن واضح ممكن اخده بالدايركت. وده طبعا ايلي ولا ليت؟ ليت، يعني ده اهبل وملوش قيمه، اسمه دايركت بايوبسي، دايركت بايوبسي او كولد نايف بايوبسي. في رقم اتنين تتشطب وتلاته اللي هم الرسمتين اللي عندك دول، ده تلاقوا خلاص. طيب اللي بعده اسمه جايدد، لسه واخدينه دلوقتي. جايدد باي ايه؟ كولبوسكوبي. حد فكرني كنت باخد بالسلاين ايه؟ الابنورمال بلاد فيس، الاسيتو ايه؟ وايت، الانستندبل شيلر ايت. يعني سبتك هنا ده ممتاز طبعا، وده نوت اندر انستيزيا، بصراحه ده احسنه. جايدد باي كولبوسكوب، ان نوت اندر انستيزيا. اخر نوع بقى اللي هي بتتسال كون بايوبسي، ودي جابها سلايد، دكتور جابها سلايد، هقول لكم اسئلتها كامله. كون بايوبسي جابها سلايد في امتحان، والسلايد حطوها في الكتاب الجديد، يعني كان السلايد دي مش مكتوبه، لما حطها في الكتاب الجديد اتعرفت سلايد واضحه اتحطت في الكتاب. دي مهمه اسمها كون بايوبسي. ايه بقى الكون ده؟ هشرحها لك اهي. العين كده، ادي عنق الرحم، وادي الفاجينا اهي، هقوره زي الكوسه بالظبط. هدخل بالمشرط بتاعي واشيل كل ده، كون الايبكس بتاعته لفوق اهو، شلت كل ده. ده انت بتطور عنق الرحم، عارف يعني ايه بتطوره؟ تروح مطلعه كده، انت شلت اكتو اندو وترانسفورميشن ايه؟ زون. دي لازم تتم اندر جنرال انستيزيا، واحنا قلنا عشان كده فور ايه؟ كونفرميشن، عشان تحلف تعملها. هدخل اطور عنق الرحم بالشكل ده. انت وانت بتطوره ممكن يحصل بلاوي، حد يفكرني بيه؟ انت بتعمل بايه بقى؟ بمشرط، ها؟ وانا بعمل بمشرط كده، رقم واحد هتعور 3 و9، يبقى هيحصل ايه؟ هي مجزره. في دكتور عندنا بتعملها في قصر عيني فرنساوي لغايه الان، تقعد تقور كده وتلاقي بقى ايه؟ مجزره، نزيف ايه؟ هي بقى تقعد توقف النزيف دي نص ساعه كامله. اثنين، اذا كان سنها صغير وانت بتقور عنق الرحم طورته، هل هتحمل؟ احنا قلنا السيرفكس مهم في الفرتيلتي اللي فاتت، كان بيكذب سبيرم، كان بيقعدهم فندق، بياكلهم، بيعدي مش اي سبيرم، يعني السيرفكس مهم فور فرتيلتي. المهم العيانه جالها انفرتيلتي، انت قطشت الفرتيلتي، انت بتعمل كده انفرتيلتي. ربنا قادر على كل شيء، حملت غصب عنك، ها؟ بعد ما عورته، طيب انت ضربت الانترنال اوس، ها؟ طب طالما ضربتها يبقى ويك، تحمل ويجي لها هابيتوال ابورش، هابيتوال ابورش. افتكر كده اسباب الهابيتوال ابورشن، اثمك انكونتنت كان من اسبابه سيرفايكال كونايزيشن، كتبناها هناك. يبقى انا بعمل الكون كده، ضربت انهي قص؟ الانترنال. اربعه، لما ما بيحصلوش ريجريشن بتقطش كله، طلعه كانك شلت عنق الرحم. رقم ثلاثه، ربنا قادر على حملت وكملت خلاص، جت تولد عنق الرحم مش راضي يفتح، حد يعرف ليه؟ فايبروز سيرفكس ما بيفتحش معاك، يبقى اوبستراكتد ايه؟ ليبر، اللي بيسموها سيرفايكال ديستوشيا. ربنا قادر على كل، حملت وكملت وجت تولدها، مخك جزمه طبيعي، هو هينزل بس هيحصل ايه في السيرفكس؟ سيرفايكال لاسريشن. يبقى ما حد يسالك ايه مشاكل الكون بايوبسي هتقولها له بالترتيب كده؟ هامرش، infertility، habitual abortion، obstructed labor، cervical lacerations. تتعمل ولا لا؟ هتتعمل ومالكوش رأي، خلاص؟ على بالك الدكتوره دي بتعملها. اذا انت قلت لها لا تبقى نهايتك، عارف ليه؟ كل شويه بتبعت واحده تطور وتطلع، خلاص؟ الدكاتره بيعملوها، يبقى انا اقول لها ايه؟
حضرتك اللي يقدر على الكومبليكيشن يعني هي يعني في هيموريج وانفيرتيلتي وهابيت والابورشن بتتعمل دور تتعمل امتى اعملها؟ خدناها النهارده امتى اعمل كول؟ لو الاسمير طلع بوزيتيف والكولبوسكوب طلع او هنشوف الصفحه الجايه العلاج وانا بعالج انا ممكن اعمل كول. ايه بقى الثلاث انواع بتاعت الكول دي؟ هعملها ازاي؟ اكتبها تحت ثلاث انواع للكول بايوبس دي اللي جابها سلايد. كولد نايف اللي هي بالمشرط، ليزر ليب او اسمها ليجز. ايه بقى الكلام ده؟ هنمسكهم هما ثلاثه. انت جاي متاخر وواقف تصلح هفتح لك التكييف. خلاص فتحت لك التكييف، اقعدي يا ايمان اقعدي. لا مش ايمان، الحمد لله على السلامه. بعت لنا ولا تلاقي فكرتينا مش باين. تعالى بقى نشوف هما ثلاث حاجات، كولد نايف وليزر وليب. نمسك واحده واحده. كولد نايف بالمشرط عيوبها ايه وحلاوتها في ايه؟ جاء في سؤال في الانسكيو، وات از ذا جولد ستاندرد، وات جولد ان دايجنوز اوف كانسر سيلز. هي دي يبقى نكتب تحتها دي ذا جولد ستاندرد. جولد ستاندرد انت طورته كل ان دايجنوزز اوف كانسر سيلز. هما هوبلا احنا ملناش راي هتتعمل. ها يبقى انا هعمل كول واشيله وابعته يتحل. هو ليه حلو؟ ليه الجولد ستاندرد؟ انت ما شلته هل الايدج بتاعه اتحرق؟ انت شلته بالكامل بسيفتي مارجن بتاع الباثولوجي ما يبص عليه يقول لك ده انا شايف الايدج واعرف هل حقيقي شلته بالكامل ولا لسه في حته جوه العينه. عشان كده ده يعتبر ايه؟ ها ده جولد ستاندرد. بس عيوبه هتعرفها ديس ادفانتجز اهي، هيموريج وانفيرتيليتي. طب تعالى الليب، جاب الاثنين دول في صوره، كولد نايف ماسك مشرط وعور، والليب اللي انا هقولها لك دي، الليب دي عباره عن ايه؟ شنطه فيها سلكه كده وعصايه وفيشه للكهرباء، ده اسمه لوب. وبعدين واحده ثانيه اهي احجام، واحده ثالثه اهي شنطه مليانه لوبس، ده سلك، ده كل ده سلك ودي عصايه خشب. انا دلوقتي لما احط الفيشه السلكه دي بتوصل درجه حرارتها دي نار، حلقه من نار ادخل جوه العيانه واطلع البايوبس حوالي هاد. دلوقتي اذا انا مسكت السلكه دي وكانت مجوفه من جوه عديت من هنا لهنا كده هيطلع لي تيشو ايه؟ اسطواني كده. الايدج بتاعته اخبار ايه؟ محروقه والسنتر سليم. بس هل الايدج ده ينفع ان انا احلله هيستوباثولوجي؟ واحد يقول لك لا ده في مفيش، انا شايف محروق. ما اعرفش هل انت واخد كل المالينس ولا لا، يعني هل ده الجولد ستاندرد ولا ده؟ لا ده يعني يقول لك وحشته ان انت طلعت تيشو محروق الايدج بتاعه، فيقول لك بقى ايه؟ نوت ريلايبل هيستو باثولوجيكال سبيسمن. يبقى ده عيوبه بقى انه مش هعتمد عليه في الباثولوجي. بس حلاوته اعكس، انت ما دخلت الايدج محروق هل هيحصل نزيف؟ يبقى ليس ايه؟ هامر جابها في انسكيوها زي ما انا كتبها كده بالظبط. قال لك ده عيوبه ايه؟ هتقول له ان انا مش هعتمد في الهيستوباثولوجي بس حلاوته فيش هامرج. ده وحشته ان فيه ايه؟ هامرج بس حلاوته ان السيفتي مارجن يعني يعتمد عليه في الهيستوباثولوجي. امال الليزر ما جابش سيرته خالص، ده بيبخر ايه؟ الخلايا. ايه بقى كلمه ليب دي؟ اختصار ايه؟ ال لوب اللي هو ده، مش دي اسمها لوبس؟ فبيسموها لوب. الكترو سيرجيكال بالكهرباء اكسجين بروسيدور. يبقى ليه باختصار ايه؟ وتكتب ليه في الامتحان عادي اسمه ايه؟ لوب الكترو سيرجيكال اكسجين بروسيدور. امال ايه الليدز دي؟ ديفان شمس. وجاب السيكوايا من هناك اهي اللي هي الليدز دي لارج لوب. هما هناك يقولوا ليدز ما يقولوش ليه. لارج لوب اكسجين اوف تي زد. ايه تي زد دي؟ وبصراحه هم ليهم حق. انا هاخد اكبر واحده لارج واشيل منها مين؟ الترانسفورميشن زون. يبقى ما يسالك ليدز هي مين؟ ليب. يبقى اذا جات لك ليدز او ليب لا يعتمد عليها في الهيستوباثولوجي بس حلاوتها ايه؟ ليس ايه؟ هامرج. اقلب في الكولد نايف ان دي الجولد ستاندرد بس مشكلتها بتعمل هامرج.
ده فور كونفيرميشن من مش سكريننج. افتح لي بقى صفحه التريتمنت. نعم الدكتوره اللي ناس. نعم ايه ده؟ ده اندر انستيزيا طبعا. جنرال انستيزيا. طب تقور كده مفيش حاجه. لازم لازم اسالك. ها يعني ادي عنق الرحم اهوت وانا شفت ليجن قدامي بالكولبوسكوب وراح داخل كده واشيل. تمام؟ بعدي فيه كده واشيل الايدج بتاع محروق السنتر بتاعه سليم. كولبوسكوب ليه؟ لان ده سكرين. بس دول اتنين كونفيرميشن ورقه داخل بيها اشتغل في المذكره الصفحه اللي بعديها في ورقه رقم 2 تريتمنت اوف سي اي ان العلاج الجديد تريتمنت اوف سي اي ان. طبعا سي اي ان متوقع علشان التريتمنت اتغير والدياجنوزز اتغير. علاج السي اي ان نقسمناهم نوعين. اللي بيتكلم ده يخرس. اول نوع اسمه لو جريد ليجنز. امال التاني اسمه هاي جريد ليجن. حد فاكر ال اس اي ال اس ده ال اس اي ال اس ده كان لو جريد سكويمس انترا بيتيريال ليجن عشان قاعد متاخر اهو. الاسم التاني سي اي ان 1. امال ده اتش اس اي ال اس اي جريد سكويمس انترا اللي هو مين سي اي ان 2 و 3. تفتكر مين هترعب منه النيلت انفيزيف ده؟ ده انا مش قلقان على فكره. الال اس اي ال اس ده اذا كانت الاميونتي قويه اللي كان مذاكر هيرجع كل حاجه كما كان. يعني سي اي ان 1 ده ياما كان في عندنا واحده سكرتيره كانت تاخد غياب اللي حصل احنا اكتشفنا فيها سي اي ان 1 قلنا لها خد شويه فيتامينات وتقوي وبتاع اختفى تماما. يعني ده ممكن يختفي ويرجع لا اما يقلب. بيقلب في كام في الميه من الحالات؟ 15% مع اللو اميونتي. يبقى ما يسألك بيقلب في كام في الميه سي اي ان 1 2 3 بنسبه 15%. اذا ده اختفى خلصنا. طب نعمل ايه بقى؟ اول علاج كونزرفيتيف هتريت الاتش بي في. مش ده الكومن ريسك فاكتور؟ كان ارقامه كام اللي بتعمله؟ 16 18 30 33 45. ما تنساش دولت اللي بيعملوا كانسر سيلز. طيب هعالجه واعمل سمير بعد الثلاث اشهر يعني 12 اسبوع. اذا لقيته اختفى ارتاح، ما لقيتوش اختفى هنشوف هنعمل ايه. يبقى تاني هعمل كونزرفاتيف تريتمنت لمده 3 اشهر. والله اختفى كان بها، ما اختفاش هبروسيد للخطوه الثانيه هدمر. يبقى رقم 2 ابليشن. والابليشن ده بالكولبوسكوبي. يعني انا باصص بالكولبوسكوب كده واروح مدمره. تفتكر هدمره بثلاث اسلحه، ايه هم بقى؟ اول حاجه بالحرق. هدخل بمسدس كده لونه احمر. المسدس ده اخره سلكه تتوصل بالكهرباء. واروح داخل احرق الليجن بالكامل. بيسموها الكترو كوتال. مشاكله بيعمل تشارنج اوف تيشوز. يعني ايه تشارنج؟ بيحرقها. يعني اذا انا حرقتها وبعتها لبتاع الباثولوجي هيقول لي ايه؟ انا مش عارف انت شلت ايه يا عم، انت حرقت كل حاجه. يعني الكترو كوتال يوحش انه بيعمل ايه؟ تشارنج. يعني ايه؟ بيحرق التيشوز. راح واحد قال لك طب ما نعمل بالتسقيع. ايه التسقيع ده؟ ده عباره عن جان لايت بروب عامله زي البندقيه كده طويله جدا بيطلع ليكويد ماينس 60 ديجري. زي ما عندك مثال كده في حياتك، اذا انت جبت ازازه بيبسي وحطيتها في الفريزر بعد يومين فتحتها هتلاقي ايه؟ انا عارف انها هتتلج. لا بعد ما تتلج. يعني انت دلوقتي بعد ما تفتح الفريزر هتلاقيها تلجت. بعد ما تتلج هيحصل كام فجر؟ ليه؟ قال لك ان الفلويد لما يتحول الى ايه؟ سوليد بيزود البريشر فيفرقعها. نفس الفكره هنا، الخلايا فيها ميه، اما توصل درجه حرارتها ماينس 60 هيحصل لها ايه؟ تفرقع. يعني بتلج الميه اللي جوه فتفرقع الخلايا ودمرتها او ابليشن. فبيسموها كرايو كوتالي. ده بيعمل ايه؟ فريزنج. بقول لك ماينس 60 ديجري. هل اخد خلايا مفرقعه؟ ابعت بتاع الباثولوجي يقول لي شوف لي سيفتي مارجن
يقول لك فرقعت وانا شايف حاجه، يعني قصدي اقول برضو ده مش حلو بس انا دمرت. اخر حاجه بقى الساحب مين؟ ليزر. حد يعرف اختصاره ليزر يعني ايه؟ بتوع في الرمل. لايت امبليفيكيشن باي ستيمولييتد ايميشن اوف ريدي. اللي ما اعرفش يكتبها، اصل واحد فاكر الليزر ده كده، لا ليزر كل حرف حاجه. لايت اللي هي حرف ال امبليفيكيشن يعني هو نور وحقلب بيه بقى حاجه. لايت امبليفيكيشن باي ستيمولييتد ايميشن اوف راديشن. طلع انه بيوصل درجه حراره الخلايا 100 درجه مئويه. تاني اسمه ايه؟ لايت امبليفيكيشن باي ستيمولييتد ايميشن اوف راديشن. انت دلوقتي اذا جبت ميه وسخنتها 100 درجه مئويه هيحصل فيها تتبخر. نفس الكلام هنا، الليزر بيبخر الخلايا. يا سلام. ايوه عشان كده بيبصوا له، حتى مش عارف بيبصوا له نظاره كده، عارف ايه اللي هيبصوا له؟ بتعمي. اخر واحد شافه قال كان لونه اخضر خلاص وما شافش بعديه، اسمه ارجون، راحوا مسمين على اسمه. قال لك واحد شافه واتعمى، يعني قال لنا لونه خلاص، وراح ارجون ليزر، راحوا مسمينه كده ارجون ليزر، راجل اتعمى قال لك كان لونه اخضر. فعشان كده احنا بنلبس ايه؟ اي بروتكشن. حاجه ثانيه، بيحطوا شفاط في اوضه العمليات. ليه؟ ذات اللي بتبخر خلايا فبيحصلها ايه؟ تتشفط. ده مشكلته ان بيعمل ايه بقى؟ ايفابورايزيشن اوف سيلز. يبقى ده بيعمل ايه وانا بدمر؟ ايفابورايزيشن اوف سيلز. هو بيوصل درجه حراره الخلايا كام؟ 100. غليان تلاقيها اتبخرت. هل اخد خلايا متبخره؟ وبعتها لبتاع الباثولوجي اقول له سيفتي مارشال. على فكره الثلاثه محصلين بعض. الكترو كوتري بيحرق، كرايو بيعمل ديسربشن بيفرقع الخلايا، الليزر بيعمل ايفابورايزيشن. بس حلاوته ان انا عملت كلمه اسمها قبل، لانه ما خرمش البيزك ميمبرين. نيجي بقى لده. انا عايز ابعتها للراجل بتاع الباثولوجي، اتاكد الخلايا فيها ايه اللي انا شفتها، كلها مالجنت ولا لا. بس مش هتهمني قوي هنا، لان ده مين؟ 1. تعالى بقى 2 3 بقى. 2 3 هعمل اكسجين. ليه؟ احنا كده داخلين على الانفيزيف بقى خلاص. يبقى هشيله بثلاث طرق، لا اما كونايزيشن اللي هو الكون اللي احنا قلنا عليه، لا اما ليب. الليب ده لوب الكترو سيرجيكال اكسجين بروسيجر، لا اما تاه. ايه تاه دي كمان؟ توتال ابدومينال هيستيريكتومي. تفتكر امتى هشيل اليوترس بتاع العيانه؟ لو اذا كانت اولد ونو ديزاير فور فيرتيليتي. طبعا كونايزيشنز كانت صغيره عايزه تحمل، اهو بحاول يعني، مع ان انا دمرت الفيرتيليتي. ليه؟ حلاوته ان مفيش هامورج، انت حر بقى تختار. اخر حاجه تاه ده اذا كانت ايه؟ طب انا ليه ما شلتش الاوفريز؟ وايه علاقتها بالموضوع اصلا؟ والاوفري ده اصلا بيطلع ايه؟ هرمونز. طب ليه ما شلتش السيرفكس بس؟ وسبت الرحم؟ انا في قعده البيت بقى، يقول لك ده لسه في السيرفكس، طب ليه شال الرحم؟ ازاي؟ واذا انت شلت الرحم بتعرف تركب يوترس على فاجينا؟ كان غير كشف. ده ربنا حاطط الرحم تحتيه سيرفكس عشان ما فيهوش موتيليتي، عشان يمسك الفاجينا. حط الرحم هيعمل كده يروح فاتك تاني، يعني كده كده طالما هتشيل السيرفكس تشيل مين معاه؟ انا عارف قعده البيت بقى، تلاقي الواحد بيقعد يفكر خاصه البرينز. طب نيجي بعد كده فولو اب. فولو اب هعمل ايه؟ والله عملت ده او ده او ده، هعمل سمير سنويا انيولي عند استاذ سمير الله يرحمه فور 10 years. ده بلي تحريري. يبقى نعم؟ حتى لو عملت استريكت خلاص، انا بتكلم على هعمل فولو اب بعد ده اللي هو الكونايزيشن والليب والكلام ده انيولي لمده كام سنه؟ 10 سنين. ده اللي هو بالنسبه لي التريتمنت. الحصه الجايه ان شاء الله هتبقى الساعه 12 بقيه الكانسر سيل. في امتحان يوم الخميس الساعه 12 في البليدنج خلاص. انا ليه بامتحنكم شفوي مع ان الامتحان ام سي كيو؟ علشان اما اذاكر مذاكره النظري تفرق معايا جدا في الام سي كيو على فكره. اصل انت دلوقتي ممكن تقول انا هقرا، انا عارف الامتحان اللي جاي ده هيبقى اسهل من بتاع اخر السنه، بس هو مش اسهل ولا حاجه، لان انت بتدخل تلاقي ام سي كيوهايا بحر. فاذا ما كنتش مذاكر كويس مش هتعرف تحلها. احنا معلش حاول تقرا البليدنج بسرعه قبل يوم الخميس. نعم. ايه؟ تديله